السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، ورمضان مبارك علينا جميعا إن شاء الله. رمضان طبعا يعني ضيف عزيز علينا وبيمر علينا في السنة مرة. طبعا لما الإنسان بيكون عنده ضيف وجاي له حد مهم جدا في البيت، بيعمل نظافة للبيت وبيظبط الدنيا طبعا قبل الضيف ده ما يجي، قدوم الضيف العزيز ده هو. العلماء بيقولوها التخلية قبل التحلية. التخلية قبل التحلية إن الإنسان بقى يحاول يخلص من المصايب اللي عملها طول السنة، ونظف نفسه كده وبتاع قبل رمضان ما يجي، عشان يخش عند ربنا سبحانه وتعالى في العبادة في المدرسة الجميلة دهيت، وهو إيه يعني جاهز كده إن شاء الله يعمل حسنات ويزود من حسناته إن شاء الله. فربنا شرع علينا في الدين بتاعنا يا جماعة حاجة اسمها التوبة. التوبة توبة، قال الاستغفار لصغائر الذنوب، ولكن التوبة من كبائر الذنوب. توبة الإنسان مننا يحاول يخلص بقى من المصائب اللي عملها. طبعا التوبة دي لها شروط: الندم، واحد يندم على المعصية اللي عملها، العزم إن ما يرجع لهاش تاني، ويحاول إذا كانت التوبة دي في حق آدميين يدوم حقوقهم. دي مسألة مهمة جدا جدا، يبقى الندم والتوبة والعزم، وتتعلق التوبة دي برضو في حقوق الآخرين. طيب التوبة دي مشروع، ربنا قال في القرآن: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. والله 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 العظيم لو تبت إلى الله ربنا يحبك، وأنا أقسم لك بالله على هذا الأمر. قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ربنا بيحب الإنسان اللي بيتوب، حتى لو ما عندكش ذنوب توب يا أخي. ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل يوم يعني يستغفر ربنا في اليوم والليلة في حديث 70 مرة وفي حديث 100 مرة. فالتوبة مهمة جدا يا جماعة، التوبة مهمة جدا جدا يعني. وطبعا احنا لو قرأنا السير هنشوف كثير يعني من القصص، سبحان الله. توبة الرجل اللي هو قتل 100 نفس موجودة في الأحاديث الصحيحة، توبة الماعز والغامدية، توبة المرأة التي زنت ورسول صلى الله عليه وسلم قال إنها تابت توبة لو صلى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لو وسعتهم، من أهل المدينة الصحابة. تصور التوبة دي لو وزعت على 70 من الصحابة لو وسعتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة التي زنت، قال: زنيت وأنا حبلى من الزنا يا رسول الله. قصص طويلة. لو نشوف قصص التابعين كثير كثير، بشر الحافي وفضيل بن عياض ورابع العدوية ومالك بن دينار، قصص 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 كثيرة جدا جدا بالنسبة لمسألة التوبة. مهم يا جماعة نتوب إلى الله قبل رمضان، ونعود إلى الله قبل رمضان. اللي كان بيعمل ذنب يبطل، اللي كان بيعمل مصيبة يبطل. لازم الإنسان مننا يعرف إن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. مسائل مهمة جدا جدا. وكبائر الذنوب بقى طبعا في أكثر من 400 كبيرة، في أكثر من 400 كبيرة مش 100. الإمام الذهبي ذكر 100، ولكن في أكثر من 400 كبيرة. خلي بالنا إحنا ممكن بنعمل حاجات وهي كبيرة من كبائر الذنوب، الإنسان لو مات عليها ممكن يعذب في القبر، يعذب في القبر. فلذلك نخلي بالنا إن شاء الله نتوب إلى الله ونعود إلى الله ونرجع تاني. وهناك القصص الكثير. أقول باختصار كده بسرعة قصة ملك ابن دينار لما تاب. ملك ابن دينار ده كان راجل يعني يأكل الربا ويشرب الخمر ويظلم ويقتل وكذا، كان راجل شرطي سبحان الله. ربنا أعطاه بنت، البنت ماتت سبحان الله. المهم يعني من حزنه عليها يتوب ويرجع، يتوب ويرجع. المهم في الحزن على البنت دي نام، فوجد نفسه إن القيامة قد قامت يوم القيامة، وإن في تعبان أو تنين كبير بيجري وراه. وهو ماشي لقى رجل عجوز متكئ على عصاية كده: يا عم يا عم أنقذني من هذا الثعبان. قال: يا ابني لا أستطيع أن أفعل لك شيء، أبدا ما أقدرش أعمل لك أي حاجة خالص. سبحان الله، جاء على شفا يعني جبل عالي جدا، وفي هذا بطن الجبل جهنم، وهو سبحان الله حيرمي نفسه خايف من التعبان في جهنم دي أسهل من التعبان ده أو التنين ده، فاتح فمه كده وواقف له كده سبحان الله. ف قيل له: يا مالك أنت لست من أهل النار. فوجد أطفال صغار يقولون لابنته: يعني أنقذي أباك. فالبنت أخذت أباها مالك بن نار بيمينها وردت التعبان ودفعته بشمالها، وقالت له: يا أبتي، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد وكثير منهم فاسقون. قال: بل آن بل آن بل آن. ثم صح من نومه فاغتسل وذهب إلى المسجد لأول مرة يصلي صلاة الفجر. وكان هذا مالك بن دينار من أوائل التابعين العلماء الزاهدين الخاشعين لله سبحانه وتعالى، الذين
علموا علما كثيرا لمن تبعهم. يا اخواني مهم جدا ان احنا نعود الى الله ونتوب الى الله ونرجع، وبعدين التوبه باب التوبه مفتوح الى ان تطلع الشمس من المشرق او الانسان يغرغر، فما ناخرهاش ولا نسوف ان شاء الله. نسال الله ان يتقبل توبتنا وحوبتنا واوبتنا، ونعود الى الله سبحانه وتعالى ان شاء الله قبل شهر رمضان وكل عام وانتم بخير، واسال الله ان يتقبل منا واياكم صالح الاعمال، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.